في شغله بدي افهمها. انت ليش جايبني على بلاوشي لهو؟ حاكيني بالاول. طلال انت اخر مره شفته؟ ليش شوفي؟ لك يا اخي القصة انه الزلمة غايب عن حرمته من 3-4 ايام ولهلا مو مبين له اثر. الله اكبر. عجبك محسن؟ عجبك على الفصل الخايس؟ لك الله لا يوفقه سود وشي قدام حرمته وقدام اهله. لك سود وشي قدام ابو طالب. والله معك حق. المهم هلا امتى اخر مرة شفته؟ يعني بدك تقول من شي شهر؟ اكثر؟ اقل؟ ايوه. امشي معي. لوين؟ لك امشي معي خلصني هلا؟ بدي لاقي له هالواطي لو كانت سابع ارض. يا ابو العباس مو هيك القصة. مريم شو اللي شغلك؟ ما تنام؟ والله مشغول بالي على مال الشام. قلتي لي عمك حمزة عم يدور عليه لطلال بس ليشوفه وبيعرف شو سر الغيابة؟ ما بعرف ليش قلبي عم بيقول لي انه الموضوع اكبر مما فهمناه من اختي. شو قصدك؟ والله ما بعرف هيك حاسة. مريم انت عم تعطي الموضوع اكثر من حجمه. بكره بيلتقى طلال وبتعرفوا منه القصة كلياتها. طيب واذا ما التقى؟ بده يلتقى. عم قول إذا ستي لوقتها في حكي تاني. لك كيف بيترك بنت بعمرها لحالها بدون ما يخبر حدا كيف؟ والله ما بعرف يا مريم شو بدي لك. أنت عم تعطي الموضوع أكتر من حجمه بتي. شو ما أجاكي نوم حبيبتي؟ كيف بدها يجيني نوم أختي؟ كيف بدها يجيني نوم الظالم حطني بسوات هالوش؟ شو هالحكي؟ نحن أهلك وما لازم تخجلي منا. ولو كان بيضلوا هذا سوات وش مع أهلك. حبيبتي الشي اللي صار مالك ذنب فيه بنوم؟ انت بشعرت له اصابعي العشرة. كنت بخاف عليه مثل الام الحنون. عمري ما زعلته ولا ضايقته. هيك تركني بليلة ما فيها ضوء قمر. معك حق. طب انت قليلي انا شو عملت له؟ انا بشو ضايقته؟ شو سويت له حتى يتركني هيك من دون لا احمي ولا دستور؟ طب بيجوز ما يكون تاركك من شوره يا مال الشام. كيف يعني؟ طب بركي الدرك حاجزينه لا سمح الله. وشو بده يكون عامل حتى يحجزوا الدرك؟ ما بتعرفي بيجوز على قال له شي علقه والمخفر حاجز عليه. معقول؟ كل شي ممكن لك اختي والغايب عزله معه. معناته خلص لازم من بكره نسال عليه بكل المخافل. عمك حمزه مو تارك الموضوع وما رح يرتاح باله ليعرف وين ارضي. وانتي شو عرفك؟ ما أنا كنت واقفة وعم بتسمع على حديثكم. الله يسمع منك ويكون بشي مخفر. وانتي تقبريني خلص ريحي بالك وحاجة تبكي وحطي راسك ونامي. يلا ماشي تصبحي على خير. تلاقي الخير. يا الدمعة خاتم حسان. بالي مشغول كتير على حمزة ما جاء بالي لا أشرب لا شاي ولا قهوة. وحدي الله خاتم حسان وحدي الله. أبو العباس رجال وما بنخاف عليه. تفضل. يا صبوح الدنيا صار نص ليل والليل ماله أمان. بعدين أنا ما عاد إلي حدا بالدنيا غيره بعد رب العالمين وبعد ما ارتحم عمكن أبو حسان. طولي بالك خالتي
كنت أربط فيه عمي أبو طالب، ولا بتشوفي راجع سالم غانم؟ ليش التان صغير ليتأربط فيه عمك أبو طالب؟ بعدين السرسرية ما تركوا حدا من شرهم. أبو العباس رجال ما بيخاف عليه. ويجي أبو العباس خالتي محسن. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا شباب. شرف محسن شريف. يا الله. السلام عليكم شريف. مساء الخير. شو ما في مساء النور خالتي؟ مساء النور. عود للقب. شريف شريف. هلا رح تعيشني على هبات وفورات كل عمري لك خالتي؟ وانت التاني ما تلين عقل صاحبك وتخليه يتجوز ويريحني من همه بقى؟ ابوس ايدك خالتي، ابوس ايدك، سكري لي على السيره بنوب لانه روحي واصله لراس مناخيري. مزبوط خالتي، هلا مو وقتها بنوب. يا شوفي شو صاير. الله يسود وشك يا طلال، الله يسود وشك مثل ما سودت وشي. يا شوفوا طلال كمان. تفضل تفضل عمي طالب، يا عمي تهلين وسهلين. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. شرفت يا ابو طالب. تفضل تفضل. طاع يا رقيب عبسي. نعم سيدي. بصنع ضيافه عمك ابو طالب. حاضر سيدي. يلا. كيف الصحه؟ نورت نورت يا ابو طالب. هذا من نورك. عليم الله لما وصلني خبر اني عم بحكي باسم جنابك بالمحافظه مشان موضوع الزعامه طار عقلي من الفرح. الله يبارك فيك. اساسا ما راح يلاقوا لا انسب ولا اوجع من جنابك، زعيم وابن حي. تحكي باصلك. خير أبو طالب؟ كأنك مو على بعضك. أي والله يا حمدي يا فندي، في شي شاغلني وحابب أطلعك عليه، عسى يلتقالوا فتوى عن جنابكم. ونحن بخدامتك يا أبو طالب. الله يخليك، ما بتقصر عمي. من بعد إذنك يعني يا ريت يكون الموضوع بيناتنا، لأنه ما بدي أخده عطا وشوشرة. بعيوني يا أبو طالب. طلال جوز بنتي بتعرفه. ماشي سيدي ماشي. يعني ما وصلك الاسم هذا أبدا؟ طيب يا ريت اذا بيصلكم يا ريت تخبرونا بسرعه. ايه ضروري والله يا سيدنا. تشكر سيدنا، الله معك، مع السلامه. شو؟ سمعت من ابنك يا ابو طالب، اسم صاركم لحد الان مو داخل لا للمخافر ولا للمشافي ولا لاي موقع حكومي. لا اله الا الله محمد رسول الله. وين بده يكون الولد؟ فعلا امره بحير. شو العمل هلا يا حمدي يا فندي؟ والله نحن رح نتم تابعين الموضوع. ايه الله يخليك. ومثل ما قلت لك دخيل عينك يضل الموضوع سري، ما بدي شوشرة. ولو يا ابو طالب بيتم هذا صهرك صهرنا وبنتك بنتنا وانت معلمنا يا ابو طالب. الله يعزك. الله يعزك. تفضل عمي ابو طالب. يسلموا. الله يسلمك. نعيم صبوحي. ورا ابو طالب. انتوا رجال ولا مو رجال؟ لا يا ابو طالب، وحياتك نحن رجال وعندها. احنا رجالك ابو العباس. بدي طلال. بتفتلوا حواري الشام حاره حاره، بتشوفوا المخافر، بتشوفوا المشافي، بتشوفوا الحواري كلياتها. بدي اياه من تحت الارض لو كان بسابع سما. بدي اياه. وكل الله ابو العباس، وكل الله. صار ابو العباس. قولوا الله. يلا أنا والله يا سيدنا ما بدي كبر القصة قبل ما أعرف وين أراضي الولد. لازم أفهم منه شو وجعه، شو اللي طفشه. بهي معك ها. لازم نعرف سر هالقصة. أنت سألت المستورة كريمتكم إذا حكى قدامها عن غيابه بهالطريقة؟ سألت شيخنا، سألت وأكدت لي إنها ما بتعرف أي شيء عن سر غيابه. قصة غريبة عجيبة. طيب والعمل هلا؟ أنا بلغت حمزة الجابري ووعدني تابع الموضوع، لأنه هو صاحب الروح بالروح سيدنا، وهو اللي عرفنا عليه بالأساس. أيوة. وكمان بلغت حمدي أفندي رئيس المخفر ووعد كمان يتابع الموضوع. إيه خير، اللهم اجعله خير. عملنا اللي علينا. أهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام. صلوني خالتي. صلوني. سألنا عنه كل ما عرفوا أصحابه، ما بين له أسى. وينه لك يا عمي؟ داخل راسنا شو بعرف فيه. الأنكى من هيك إنه كل ما عارفه أصحابه مو شايفينه من أكتر من شهر يا خالتي. يو ليكون كش برا وبعيد لا سمح الله. لا لا خالتي لا، كان تبين الجستو. طيب مو جايز يكون محبوس؟ سألنا عليه بكل المخافر، ما له أثر.
يوه على هالطرنة هاي. المصيبة مو هون، المصيبة إنه سود وشي قدام عمي أبو طالب. شو بدي أقله هلأ؟ شو بدي أقله شو روح علي؟ والله معك حق يا خالتي، وعملة طلال هاي بتسود الوش. الله يسود وشك يا طلال، الله يسود وشك كيف ما فتلت. أنا مو الحق علي خالتي؟ أنا مو الحق علي ساعة تجوزت هالبنت؟ طول بالك لك خالتي، طول بالك. شلون بدي طول بالي يا خالتي؟ بدل ما أكون واقف جنب عمي أبو طالب هلأ بفرحه وسروره، قاعد عم دور على هالعاطل النواصي من قرنة لقرنة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، من كل كرب عظيم. معقول يكون طلع برات الشام؟ جايز. وشلون بدنا نعرف إنه مضروب على قلبه؟ صبوحي! مور معلم. وضب هالحنتور وضبه. خالتي بتروحي لي على الطالب بتهدي لنا اياهم وبتروقيهم لنشوف شو بدنا نلاقي حل بالمصيبه اللي احنا فيها. ماشي تكرم عينك خالتي. الله يكرمك. يلا. لا حول الله يا ربي. يا ميت اهلا وسهلا بخالتي محمد. اهلا وسهلا تفضل. الله يسلم هالايدين. الله يسلم هالايدين. السلام عليكم. اهلا اهلا يا عم والله يرضى عليك. كبرني الله يرضى عليك. تعتبرني غير لك ثيابك. انت فوتي حطي طبخه على النار وانا جايه وراك. يلا ماشي. الله يرضى عليك. اكيد في براسه موال هالنواقصي. ياه ام احمد، موال مثل شو تقبريني؟ لا تزعلوا مني، شكله عم يفكر بجوازه تانية. لا القصه مو هيك منوب. لكن شو حبيبتي، القصه باينه مثل عين الشمس. طلال ما بفكر يعمل هيك شيء. لك بعمرك سمعتي بحدا بده يتجوز على مرته بيجي بيقلها؟ ام احمد تقبريني، ما في هيك شيء منوب. بعدين يعني اذا كان بده يتجوز يقول يعطي خبر، مو يتركنا هيك حايصين ولايصين. امي طلال لا يمكن يفكر بهيك شيء ابدا. حبيبتي انت لساتك صغيره وما بتعرفي رجال. يا مآمنه بالرجال مثل اللي مآمنه بالمي بالغربال. يعكرنا بتنصيب اخي ابو طالب بالزعامه الله لا يسامحه. يا ام احمد ما حلو تدعي على الزلمه، لك لسه ما بنعرف شو سبب غيابه. الله يسامحك على هالعمله. لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.